بتكلم عن الدكتور فرع ابو هاني. الله يخليك حبيبي، ازيك يا اسامه؟ طمني عليك الاول، اخبار الموسم بالنسبه لك ايه؟ تمام والله الحمد لله، يعني ابتدينا اعداد بقالنا اسبوع ودلوقتي منتظمين في معسكر في اسماعيليه، يعني بنتمرن الصبح وبعد الظهر طبعا. دي الفتره يعني المهمه لعيبه الكوره، يعني هي بدايه الاعداد. يعني كان عندكم مباراه امبارح مع الاهلي؟ يعني كان النادي الاهلي طبعا داخل على مباراه مازيمبي، فكان محتاج مباراه قويه عشان يجهز بيها اللعيبه. بالرغم يعني الحمد لله ان احنا كنا لسه مدين بقالنا 5 ايام او اسبوع، لكن الحمد لله برضه يعني ادينا امبارح وكانت مباراه كويسه وخسرنا 2-2. يعني شاركت يا اسامه في اللقاء؟ كنت موجود يعني بس الله. بس ما سجلتش؟ لا ما سجلتش. بيصعب عليك او ان انت تجيب جوان في الاهلي؟ لا ما خلاص دي الكوره يا كابتن، يعني لو تحت الفرصه الواحد هيسجل. اكيد بالتاكيد. طمنا كابتن الخطيب، الحمد لله الاخبار القادمه من المانيا تؤكد انه اجرى عمليه جراحيه ناجحه لاستئصال غضروفين من الظهر، وانه هيبقى في المانيا ما بين 3 إلى 4 أسابيع هناك. طمنا يا اسامه. والحمد لله النهارده كانت الجراحه، النهارده كانت العمليه الصبح تقريبا الساعه 10 11 الصبح. نعم الحمد لله تمت بنجاح، يعني هو كان عملها قبل كده لكن ما كانش العمليه موفقه يعني. نعم قبل كده، لكن الحمد لله المره دي يعني ان شاء الله تجيب نتيجه كويسه. لكن حته رجوعه بعد 3 أسابيع 4 أسابيع دي لسه يعني الدكتور هو اللي هيحددها حسب الفتره اللي هيقعدها، ان ممكن يكون في علاج طبيعي طبعا اكيد بعد العمليه. نعم اتصور انه المره دي بقى مش محتاج انه يستعجل في الرجوع زي المره اللي فاتت، لانه استعجاله برضه في الرجوع عمل له بعض المشاكل هنا سامة شويه. طبعا يعني طبعا في ضغوطات كانت الفتره اللي فاتت موجوده كتير واحوال كتير موجوده اثرت عليه طبعا. لكن ان شاء الله المره دي يعني يقعد ويتعالج ويرجع معافى تماما. ويستكمل علاجه الطبيعي هناك ان شاء الله ويرجع بالسلامه. يعني هو طبعا الفتره اللي فاتت مر بحوالي عمليتين طبعا كانوا كبار صحيح وقت قصير، ودي العمليه الثالثه. يعني الحمد لله دلوقتي يعني نفسيا هو افضل وان شاء الله يعني يرجع سليم ومعافى ان شاء الله. طب يعني هل فاق وكلمتوه ولا ما كلمت السيده الفاضله زوجته فقط؟ زوجت الكابتن، هو كان طبعا الصبح خارج من العمليات كان لسه في البنك طبعا وما كانش فاق. لكن ان شاء الله يعني الحمد لله طمنونا عليه ان هو حالته كويسه الحمد لله. نعم ما زال يعني في غرفه عاديه في في المستشفى ولا فين بالظبط؟ لا في غرفته دلوقتي في المستشفى. وطمنوكوا هو في نفس المستشفى اللي كان اجرى فيها الجراحه السابقه؟ اللي كان العمليه بتاعت الدماغ هي نفس المستشفى يعني. لكنه الدكاتره مطمئنين وبيقولوا ان الامور الحمد لله طيبه يعني. يعني هي العمليه اللي عملها الاستئصال الغضروفين دول يعني عنده من زمان، من ايام ما كان الكابتن بيلعب. طبعا كان زمان بياخد المسكنات. هما غضروفين في الظهر، غضروفين في الظهر مش كده؟ غضروفين في الظهر. نعم. حوالي الفقره الخامسه والسادسه. لكن كان طبعا ايام ما كان بيلعب كان بياخد حقن كورتيزون كتير. فدلوقتي يعني اثرت عليه. لما الوجع زاد طبعا يعني الدكتور فضل ان لازم يكون في تدخل جراحي عشان يعني يعني يحس براحه بعد كده ان شاء الله. ان شاء الله يرجع لنا بألف مليون سلامه، وتحيات كل مصر للكابتن الخطيب، وربنا يطمنك ويطمنا كلنا عليه يا كابتن اسامه. ان شاء الله. شكرا كابتن، دعواتي الناس ليه كده ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا كابتن اسامه. دي لقطات كنا انفردنا بيها مع كابتن خطيبه دكتور فاروق، من الشخصيات اللي نادرا